أولا وقبل كل شيء، لست مرفوضة. لست مرفوضة. راني هنايا من أول أبريل، 31 مارس بالتحديد، تم تنصيبي على رأس وزارة الثقافة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية. فخر كبير ليا باش نخدم الوطن. العمل اللي بديت نقوم به من 31 مارس، من يوم تنصيبي، عمل مهم ويدخل في عمل حكومي، سيرورة الدولة، تطبيق الدستور، تكريس حق المواطن في الثقافة. أنك تتكلم على شخص من بين حكومة كاملة، احنا كامل حكومة كاملة وكلنا نعمل جاهدا من أجل الرقي، من أجل الوطن الجزائري، باش تبقى دائما الجزائر شامخة واقفة دائما. هذه رسالة للمواطنين الجزائريين ورسالة لكل متتبعي القضية الجزائرية.